كرم الله مع فراس لطفي. فراس، ما هو الموقف الشعبي والرسمي الفلسطيني الآن من هذه الأحداث؟ يعني حقيقة يوسف أن الأنظار تتجه الآن أو اليوم إلى مدينة القدس وإلى هذه المسيرة الاستفزازية التي يعتبرها الفلسطينيون استكمالا لحالة توتير الأجواء التي يمارسها المستوطنون الضاغطون على حكومة بنت التي تخضع لهم في كل أمر ومناسبة، وبدأ ذلك جليا عندما سمحت لأكثر من 10,000 مستوطن يوم أمس بالوصول إلى بؤرة استيطانية تم إخلاؤها منذ 17 عاما في خطة الانفصال، وأغرقوا برقة بالمستوطنين يوم أمس 10,000 مستوطن. وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن وضع لا يزال على فوهة بركان. الإدارة الأمريكية استشعرت الأمر وبالتالي أعلنت بأنها سترسل هادي عمر مبعوث السلام الأمريكي يوم غد إلى رام الله وإلى إسرائيل للتباحث حول تهدئة الأجواء وتبريدها، وسيكون مرافق لهادي عمر وفد أمني أمريكي. واضح بأن هناك حراك أمريكي نشط دبلوماسي في المنطقة لنزع فتيل الأزمة، ولكن يبدو بأن ما يجري على الأرض وبيانات الجيش الإسرائيلي المستمرة تؤكد بأن عملية كسر الأمواج لا تزال مستمرة. يوم أمس كان هناك حملة دهم واعتقال في أكثر من منطقة في الضفة الغربية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، وهذا يبقي الأمر على صفيح ساخن مع مواجهات تستمر وتندلع مع كل اقتحام لقوات الجيش الإسرائيلي. نذكر هنا بأن بلينكين الذي اتصل بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم أمس أكد له عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى، وهذه الرسالة تم نقلها إلى بنت وإلى حكومة بنت. لكن حتى الآن وكما هو مشاهد فإن القدس لا تزال بؤرة توتر، لا يزال يسمح للمستوطنين بالدخول إلى الأقصى، وهذا ما جرى صباح هذا اليوم رغم حديث الشرطة الإسرائيلية بأنها ستوقف هذه الاقتحامات بدءا من الجمعة المقبلة.